اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. وفي هذا الفيديو هناخد التايم دومين سوليوشن للستيت ايكويشن. زي ما قدامنا دي الستيت ايكويشن، دي الاوتبوت ايكويشن، ودي حل المعادله في التايم دومين وحل الستيت ايكويشن في التايم دومين، وان شاء الله هناخدها بالتفصيل، وكمان هناخد مثالين عشان نثبت الموضوع كويس. عموما الستيت سبيس ريبريزنتيشن للمالتي انبوت مالتي اوتبوت سيستم، بنبدا بالستيت ايكويشن زي ما قلنا اكس دوت بتساوي اي اكس زائد بي فيو، والاوتبوت ايكويشن عندي واي بتساوي سي كابيتال اكس زائد دي كابيتال يو، وقلنا كمان ان يو هي الانبوت فيكتور، وعندنا كمان الاكس هي الستيت فيكتور، والاكس دوت هنا الديريفاتيف بتاع الستيت فيكتور، والواي هي الاوتبوت فيكتور. وقلنا كمان ان البي هي الكنترول ماتريكس، والاي سيستم ماتريكس، والدي عباره عن الفيد فورورد ماتريكس، والسي كابيتال ماتريكس عباره عن الاوتبوت ماتريكس، والكلام ده شرحناه بالتفصيل قبل كده. خلي بالك هنا انا فرض ان الانبوت عباره عن فيكتور، يبقى عباره عن ام رو في واحد كولوم، وبالتالي البي هنا مش هيبقى فيكتور، هيبقى ماتريكس اسمه كنترول ماتريكس، لازم ابعاده تبقى ان في ام، عشان الام هنا مع الام اللي هنا يبقى محصله دي تبقى ان في واحد، محصله دي ان في واحد يبقى مجموع الاثنين يبقى ان في واحد عشان يطلع الفيكتور اللي على الشمال. زي ما قلنا كمان هنا يو هي انبوت فيكتور، بالتالي لازم تضرب عندي في ماتريكس اسمها فيد فورورد ماتريكس، دي كاب لازم ابعدها تبقى كيف ام، بحيث الام تطير مع الام يبقى المحصله هنا كيف واحد، محصله ده برضو كيف واحد، يطلع الناتج عندي عباره عن اوتبوت فيكتور كيف واحد. لازم الابعاد مهمه في حاله الضرب عشان نضرب بشكل صحيح. نروح للاثبات بتاعنا، نبدا بالستيت ايكويشن اكس دوت بتساوي اي كابيتال اكس زائد بي كابيتال فيو. عموما لو خدنا اللابلاس فورم المعادله اللي قدامنا دي، اكس دوت دي تايم دومين، لما اخد لها اللابلاس تبقى اس كابيتال اوف اس ناقص اكس اوف زيرو، خلي بالك اكس سمول هنا. الاي كابيتال ده ماتريكس عباره عن ثابت بتنزل زي ما هي، الاكس سمول تبقى اكس كابيتال اوف اس، البي تنزل زي ما هي، اليو تبقى يو كابيتال اوف اس. خلي بالك في التايم دومين الحروف بتبقى سمول، الاس دومين الحروف بتبقى كابيتال، طول ما A و B ثوابت بينزلوا زي ما هو. طب هنا في حرف سمول ظهر عندي، يعني معنى الكلام ده ان هو في التايم دومين، يعني انا هجيب الاكس في التايم دومين واعوض فيها التي بزيرو. خلي بالك من النقطه دي، التفاضل دايما التفاضل الاول بيساوي اس اكس كابيتال ناقص اكس سمول اوف زيرو. ايه اكس سمول دي معناها الاكس في التايم دومين، وعوض عن التيب زيرو تطلع لي مين الانيشال ستيت فيكتور اللي قدامك ده. طبعا انا هاخد ايه؟ هاخد الاي كابيتال اكس كابيتال الناحيه الشمال، وهودي الانيشال دي الناحيه اليمين. طب هطرح هنا هاخد اكس عامل مشترك، هيفضل عندي اس ناقص اي، المفروض تبقى اس ناقص اي. خلي بالك هنا اكس ده عباره عن فيكتور، فطبعا هنا الاس سكيلر والاي ماتريكس، فما ينفعش اطرح سكيلر من ماتريكس، فبضربها في الايدنتيتي ماتريكس. ايدنتيتي ماتريكس هي مصفوفه الوحده او المحايد الضربي عندي، تمام؟ فبضرب الاس في الايدنتيتي ماتريكس، اطرحها من ايه يديني الناتج ده. خلي بالك هنا لما وديت الترم ناحيه هيبقى عندي اكس ناحيه اليمين واكس ناحيه اليمين، لما اخد اكس عامل مشترك اخده من ناحيه اليمين، تبديل الماتريسيز مع بعض خطا، يعني ممكن واحد ياخد الاكس الكابيتال ناحيه الشمال غلط. ليه؟ لان ما ينفعش اضرب الماتريسيز في بعض بطريقه خاطئه، لازم لما اخدها عامل مشترك تتاخد في الاتجاه الصحيح، اكس ناحيه اليمين تتاخد اكس ناحيه اليمين، تمام؟ تطلع المعادله بالشكل ده. هنا اس اي ناقص اي ده عباره عن ماتريكس، عايز اتخلص منها يبقى ما اقسمش عليها، ما ينفعش اقسم على ماتريكس، اضرب في الانفيرس بتاع الماتريكس دي، يبقى اضرب طرفين المعادله في الانفيرس، يبقى الترم الاول هتضرب في الانفيرس، والترم الثاني البي يو هتضرب في الانفيرس. خلي بالك هضرب في الانفيرس ناحيه الشمال، يبقى لازم الترم ده يتضرب ناحيه الشمال في الانفيرس، والترم ده اللي هنا يتضرب ناحيه الشمال في الانفيرس برضه. لو انت ضربت ناحيه اليمين هيديك خطا في الضرب، ومش هيتضرب وتبقى المعادله بشكل خاطئ، يا ريت تاخد بالك من الترتيب. يبقى ده الحل بتاع المعادله في الاس دومين. طب انا عايز اعمل ايه كده؟ ده انا هبتدي اجيب السولوشن في التايم دومين، يبقى مباشره حل المعادله دي في التايم دومين تطلع بالشكل اللي قدامك ده، اي اس اي تي اكس اوف زيرو زي ما هي، وطبعا الترمين دول في كونفولوشن بينهم بيعمل تكامل مباشره. المعادله دي ليها اثبات هنشرحه في فيديو مستقل ان شاء الله. الفكره كلها ان حل المعادله دي اللي في اس دومين لما احولها للتايم دومين تطلع بالشكل اللي قدامك ده. ركز معايا كده، ممكن الاي اوس اي تي اكتبها فاي اوف تي، وبالتالي هنا اي اوس اي افتح قوس تي ناقص تاو تتكتب هنا فاي اوف تي ناقص تاو. خلي بالك هنا بي ثابت، اليو بقت يو اوف تاو، دي تاو، وانا هكمل بالنسبه لتاو،
وحدود التكامل من 0 لتي. وبالتالي لو انا المعادلات اللي قدامي دي الفاي هتساوي ايه هنا؟ قارن كده اي اس اي تي، دي يطلق عليها الستيت ترانزيشن ماتريكس، يبقى الفاي هي الستيت ترانزيشن ماتريكس وهي بتساوي اي اس اي تي. خلي بالك الاي عباره عن ماتريكس. ومعانا كمان نوتس او كاركترستيك خاصه بالترانزيشن ماتريكس، وهي ان لما اعوض بزيرو هنا يبقى اي اس 0. اي اس 0 ما تنساش دي عباره عن ايه؟ ماتريكس. فاي اس 0 يطلع ماتريكس عندي، تطلع ايدنتيتي ماتريكس اللي هي مصفوفه الوحده. لو انا مسكت دي فضلتها هيطلع لي اي اس اي تي، عوض عن تي ب 0 تطلع في النهايه ايه. يبقى تفاضل المعادله دي بعد ما تفاضلها عوض عن تي ب 0 تطلع المصفوفه ايه. ما تنساش كمان ان اكس اوف 0 هي الانيشال ستيت فيكتور، بمعنى ان انا باخد اكس اوف تي وبعوض فيها التي ب 0، يطلق عليها الانيشال ستيت فيكتور، وهي قيمه الستيت عند التي بتساوي 0. ده الحل النهائي اللي قدامنا اللي شرحناه في السلايد اللي فات. في ترمين، الترم الاول اسمه الريسبونس نتيجه الاكس اوف 0، يعني الترم ده بيعتمد على اكس اوف 0 اللي هو الانيشال ستيتس ولا يعتمد على الانبوت. الجزء الثاني بيعتمد على الانبوت والانبوت ماتريكس، بيعتمد على الانبوت والكنترول او الانبوت ماتريكس فقط ولا يعتمد على الستيت انيشال. يبقى ده عباره عن تكامل يطلق عليه كونفولوشن انتجرال. ركز معايا كده في المعادله اللي قدامك دي، لو انا حطيت يو ب 0، يو ب 0 هيضرب ده 0. طبعا هنا انت بتكامل محدود، التكامل عندك محدود، فبالتالي التكامل المحدود ل 0 يطلع 0، اما تكامل 0 يطلع ثابت. التكامل المحدود ل 0 بيطلع 0، بالتالي الترم ده طار. يفضل عندي الترم ده في حاله ان الانبوت بيساوي 0، اليو اوف تي بتساوي 0، يطلق عليه انفورسد سيستم، وقتها الاكس اوف تي بتساوي فاي اوف تي اكس اوف 0. يبقى ده الترم ده عباره عن ايه؟ يطلق عليه 0 انبوت ريسبونس. ليه سموه 0 انبوت ريسبونس؟ لان انا عوضت الانبوت ب 0 وبالتالي طلع الريسبونس عندي بالشكل ده. تمام؟ يبقى ايه هو 0 انبوت ريسبونس؟ هو الريسبونس الناتج من المعادله دي في حاله ان انا عوضت اليو ب 0 بالترم ده، يبقى الترم ده يطلق عليه 0 انبوت ريسبونس. هروح للجزء الثاني، الجزء الثاني قلنا ان الترم ده يعتمد على اليو والبي فقط ولا يعتمد على الانيشال كونديشن. لو انا حطيت الانيشال كونديشن ب 0 هنا، خلي بالك كلمه 0 مش معناها 0، لا معناها فيكتور 0، والدايمنشن بتاعته بتكون مناسبه مع الستيت فيكتور، يعني بتبقى ان في 1. المهم عندي المعادله النهائيه لما احط ده زيروز هنا يطلع عندي الترم ده بس، تطلع لاكس اوف تي الترم الثاني فقط لا غير. ده يطلق عليه 0 ستيت ريسبونس. ليه 0 ستيت ريسبونس؟ بمعنى ان الانيشال كونديشن بتساوي 0، الانيشال الستيت فاريبلز انيشال ستيت فيكتور عندي بتساوي 0، عشان كده يطلق عليه 0 ستيت ريسبونس، يعني هو الخارج الناتج في حاله ان انا بطبق 0 انيشال ستيتس. تمام؟ يبقى ده الاثنين ترم عندي. وبالتالي نرجع تاني، دي المعادله في الاس دومين زي ما شرحنا، ودي في التايم دومين. تعال مع بعض كده هناخد الحاله الثانيه لما اليو بتساوي 0، يطلق عليها انفورسد سيستم، يعني السيستم غير معرض لقوه وبالتالي اليو ب 0، وفي نفس الوقت يطلق عليه 0 انبوت ريسبونس، لان اليو ب 0 يبقى الخارج اللي هيطلع اسمه 0 انبوت ريسبونس. لما انا اعوض هنا اليو ب 0 تطلع المعادله بالشكل ده، لما اعوض هنا اليو ب 0 طار الترم ده كله، يفضل الترم ده. لو انا خدت لابلاس العكسي، يبقى لابلاس العكسي الاكس كابيتال بيساوي اكس اوف تي، اكس سمول زي ما قلنا ده التايم دومين، بيساوي لابلاس العكسي للمعادله دي. طب ما لابلاس العكسي دي مع اكس اوف تي هنا اللي هي دي، يبقى بتساوي الترم الثاني من فوق اللي هو الترم ده. يبقى المعادله دي بتساوي المعادله دي، اكس اوف 0 هنا ده ثابت هيطلع بره لابلاس العكسي، مفيش مشكله مش هيأثر عندي، هيطير من المعادلتين دول. هيفضل عندي ان الفاي اوف تي هتساوي لابلاس العكسي لاس اي ناقص اي اس ماينس 1، او الانفيرس بتاع اس اي ناقص اي، وبجيب لها لابلاس العكسي تطلع فاي اوف تي. دي يطلق عليها ترانزيشن ماتريكس. وبالتالي احنا قلنا الانفيرس بتاع الماتريكس دي عباره عن ايه؟ الادجوينت للماتريكس على الديترمنانت للماتريكس نفسها. في نفس الوقت برضه الفاي اوف تي بتساوي اي اس اي تي اللي انا شرحناها في السلايدات اللي فاتت. نروح بعد كده لامثله وهنطبق الكلام ده. خلي بالك في الامثله انا بعوض في المعادله دي، عشان اعوض في المعادله دي لازم ابقى عارف الانيشال كونديشن. لو ما قاليش على الانيشال كونديشن في السيستم بفرضها بزيروس. رقم اتنين اجيب فاي اوف تي، فاي اوف تي بجيبها ازاي؟ بروح اجيب اس اي ناقص اي، بعدها اجيب لها الانفيرس، بعدها اجيب لها لابلاس العكسي تطلع فاي اوف تي. وكمان فاي اوف تي اللي حصلت عليها اشيل كل تي وعوض تي ناقص تاو، اضربها في بي في يو تطلع الترم ده، اكمله يطلع الترم الثاني كله. عندي الترم الاول والترم الثاني اجمعهم على بعض كده، انا جبت مين؟ تايم دومين سولوشن للستيت ايكويشن، وبالتالي كده بسهوله اقدر اجيب الاوتبوت زي ما هنشوف في الامثله. نروح لاول مثال
اول مثال مديني ستيت ايكويشن واوتبوت ايكويشن بالشكل اللي قدامك ومديني الانيشال كونديشن هنا. اول حاجه بيقول لي ديترماين ذا روتس اوف ذا كاركترستيك ايكويشن اوف ذا سيستم، بعد كده بيقول لي طبق يونت ستيب على السيستم وطلع الريسبونس. كلمه يونت ستيب ريسبونس معناها ان طبق يونت ستيب على السيستم وطلع الريسبونس. اطلع الريسبونس معناها ايه؟ يعني هات واي اوف تي. عندما تكون الانيشال كونديشن اكس 1 و0 واكس 2 و0 بالقيم 2 و1 بالترتيب، يبقى اروح كده اقول له ان اكس اوف 0 قلنا ده فيكتور ابعاده عباره عن ان في 1، الان هنا ب 2 يبقى 2 في 1. القيمه الاولانيه عباره عن اكس 1 و0 والقيمه الثانيه اكس 2 و0، يبقى القيمه الاولى 2 والثانيه 1. وما تنساش الواي اوف تي بيساوي 1، الواي اوف تي بتساوي 1، انا شغال في التايم دومين تمام. يونت ستيب، هروح لاول خطوه. اول خطوه اجيب ماتريكس ايه من المعادله بتاعت الستيت ايكويشن. ماتريكس ايه دي عباره عن مضروبه في الستيت فيكتور اكس، هي دي الاي. الخطوه الثانيه اجيب اس اي ناقص ايه، اجيبها ازاي؟ خلي بالك الاي ده ايدنتيتي ماتريكس، ابعاده عباره عن ايه؟ نفس ابعاد الاي. الاي عندي 2 في 2، يبقى الايدنتيتي ماتريكس عباره عن 2 في 2، هو عباره عن ماتريكس القطر وحايد وباقي الاليمنت زيرو. ثاني يبقى الايدنتيتي ماتريكس عباره عن مصفوفه وحده، عباره عن ايه؟ قطر بيبقى وحايد وباقي العناصر زيروس. هضربها في اس، لما اضربها في اس يعني المصفوفه كلها تضرب في اس، يعني كل اليمنت في المصفوفه يضرب في اس. الواحد يضرب في اس يبقى باس، الواحد يضرب في اس يبقى باس، الزيرو والزيرو هنا اضربهم في اس بزيرو. ده الترم اسمه اس اي تمام، هطرحه ناقص ايه. الاي قدامنا، هبتدي هنا اطرح مصفوفه ناقص مصفوفه، معناها اطرح الاليمنت ده ناقص المناظر ليه، الاليمنت اللي هنا ناقص المناظر ليه، هيطلع ماتريكس بنفس الابعاد. ما غلطش في الاشارات، بطرح كل عنصر ناقص المناظر ليه، يعني اس ناقص 1 هنا تبقى 0 ناقص 2 ناقص 2، 0 ناقص سالب 3 تطلع ب 3، اس ناقص سالب 1 تطلع اس زائد 1، يبقى دي عباره عن اس اي ناقص اي. هروح نجيب الكاركترستيك روتس اللي هو عايزها، او يطلق عليها الروتس اوف ذا كاركترستيك ايكويشن الخاصه بالسيستم، وبرضه يطلق عليها السيستم بولز، وهي نفسها يطلق عليها الايجن فاليوز اوف ماتريكس A. يبقى القيم اللي انا هجيبها دلوقتي ليهم ثلاث مصطلحات. اول مصطلح كاركترستيك روتس، جذور المعادله الخاصه بالكاركترستيك، او البولز بتاعت السيستم، او الايجن فاليوز بتاعت ماتريكس A. معناها ان انا المصفوفه اللي فوق دي بقلبها محدده، المحدده دي بفكها واساويها بالزيرو. اقواس دي عباره عن ماتريكس براكتس، اما دي ديترمينانت براكتس اللي هو اقواس محدده. افك المحدده عادي واساويها بالزيرو. افك المحدده الثنائيه ازاي؟ اضرب ده في ده ناقص ده في ده، فكيتها اهو، ده في ده ناقص ده في ده، طبعا ايه؟ هتلقى هنا ناقص 3 في سالب 2 تطلع بموجب 6 بتساوي 0. همسك دي افكها تطلع بالمعادله اللي قدامك دي تساوي 0، احللها يطلع قيمتين. القيمتين هنا لو لاحظت ايماجينري يعني مفهوم شريه، بيور ايماجينري يعني واقعين على الجي اوميجا اكسس، وبالتالي عندي هنا في الاس بلين القيمتين زي ما انت شايف كده، بالتالي السيستم ده يطلق عليه كريتيكال ستيبل او مارجينالي ستيبل. نروح بعد كده لفايند اس اي ناقص اي اس ماينس 1، دي معناها الانفيرس. مع الخطوه الثانيه اجيب الانفيرس، مش عندنا المصفوفه دي، اجيب لها الانفيرس ازاي؟ الانفيرس بتاعها بيساوي الادجوينت على الديترمينانت. الديترمينانت اللي هي المحدده اللي انا جبتها في السلايد اللي فات، ده المقام. اول حاجه عشان اجيب الادجوينت او الخطوه بجيب الكوفاكتور اس اي ناقص اي، بجيبه ازاي؟ دي مصفوفه ثنائيه، اروح اعمل المصفوفه الثنائيه زيها، هبتدي احط الاشارات. اول حاجه ببدا دايما موجب في الصف الاول واكمل سالب اللي بعده موجب سالب وهكذا لغايه ما الصف الاول. الصف الثاني ابدا بسالب سالب اللي بعده موجب سالب موجب وهكذا. طبعا مصفوفه 2 في 2 تطلع الاشارات بالشكل اللي قدامك ده. عشان اجيب الكوفاكتور عندي اول حاجه حطينا قاعده الاشارات، القاعده الثانيه بجيب المينورس، معناها ان انا بروح افكها زي المحدده بالظبط بس الغي العنصر، بمعنى انا عايز القيمه اللي هنا اللي احطها مكان اس ناقص 1 اعمل ايه؟ الغي الصف والعمود بما فيهم العنصر نفسه، يبقى الغي الصف والعمود بما فيهم العنصر نفسه، يبقى لي ايه هنا؟ يبقى اس زائد 1، اروح حطيت هنا اس زائد 1. روح للسالب 2، هلغي السالب 2 بما فيهم الصف والعمود وقيمتها السالب 2، يبقى الغي ده كله، يفضل ايه؟ 3، حط 3 هنا. يلا ال 3 الغي مين؟ صفها وعمودها، يبقى الصف والعمود بما فيهم ال 3 يطلع ايه؟ سالب 2، احط سالب 2 هنا، لان ال 3 المناظر ليها سالب 2. يلا عايز اس زائد 1 المناظر ليها هنا، هتجيبه ازاي؟ الغي الاس زائد 1 والغي الصف والعمود يطلع اس ناقص 1 هنا. هبتدي بعد ما انا جبت القيم دي اسمها المينورز اضربها في الاشارات، يعني القوس ده اضربه في موجب، القيمه دي اضربها في سالب، القيمه دي في سالب، القيمه دي في موجب، كل ترم اضربه في الاشاره اللي حطيتها فوق منه. بعد ما انا هضرب الاشارات يطلع عندي الكوفاكتور بالشكل ده تمام، ده الكوفاكتور النهائي. يبقى من الكوفاكتور هروح اجيب الادجوينت. الادجوينت عباره عن ايه؟ الكوفاكتور ترانسبوزد، يعني بمسك الكوفاكتور
واعمل له ترانسبوز، يعني الصفوف اخليها اعمده والاعمده صفوف. بمعنى ده الصف الاول اخليه العمود الاول، ده الصف الثاني اخليه العمود الثاني زي ما انت شايف كده. يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن الادجوينت. ما تنساش انا عندي الديترمينانت من السلايدات اللي فاتت، يبقى عندي الانفيرس بتاع الماتريكس دي عباره عن الادجوينت على الديترمينانت. طب الادجوينت فين؟ اهو الديترمينانت اهو، يبقى عوض واحد على الديترمينانت اهو بره، وادي مين الماتريكس عندي. قلنا القاعده قبل كده لما تكون مصفوفه ثنائيه وانت عايز الانفيرس بتاعها مباشره، ما هي المصفوفه اس اي ناقص اي دي مصفوفه ثنائيه، انت عايز الانفيرس بتاعها اعمل ايه؟ اروح للقطر الرئيسي ابدله، يعني خلي بالك اس ناقص واحد واس زائد واحد، ابدل المواضع بتاعتهم، يعني اس زائد واحد تيجي هنا واس ناقص واحد تيجي هنا. زي ما انت شايف كده القطر الرئيسي ببدله، والقطر الغير رئيسي بسيبه زي ما هو بس اغير اشاراته، بسيب العناصر في مكانها وفقط اغير اشارتها. سالب 2 تبقى 2 وال3 تبقى سالب 3. ده لو انا عايز اجيب الانفيرس بتاع المصفوفه ثنائيه، واقسم بره على الديترمينانت بتاعتها، يبقى اقسم بره على الديترمينانت بتاع المصفوفه دي. تمام، انا عايز اللابلاس العكسي، عشان اجيب اللابلاس العكسي لازم ادخل القوس ده او بالترم ده جوه في الماتريكس. تاني لو عندي قوس او ثابت او اي حاجه مضروبه في الماتريكس وعايز اضربها في الماتريكس ادخلها جوه، يبقى الحاجه دي تتضرب في كل عنصر من عناصر الماتريكس، تتضرب في كل عنصر من عناصر الماتريكس، وبالتالي اس تربيع زائد 5 ده في المقام هيتضرب في كل الاقواس اللي عندك بالشكل ده. نروح بعد كده انا عايز لابلاس العكسي. لابلاس العكسي يبقى امسك كل الترم واجيب له لابلاس العكسي منفصل لوحده. هناخد امثله، نبدا بالترم ده، نبدا بالترم ده اس مين زائد 1 على اس تربيع زائد 5. خلي بالك لازم ابقى عارف الستاندرد فورم لللابلاس، بمعنى اوميجا على اس تربيع زائد اوميجا تربيع دي اللابلاس العكسي بتاعها ساين اوميجا تي، اس على اس تربيع زائد اوميجا تربيع دي اللابلاس العكسي كوزاين اوميجا تي. لو بصينا هنا هنلقى اس تربيع زائد 5 مشابهه لاوميجا تربيع، صح؟ وعندي بس البسط اس زائد 1، لكن هنا البسط مره ثابت ومره اس، اعمل ايه؟ هنا عشان اتخلص من المساله بسرعه اقسم البسط على المقام او اجزأ البسط على المقام، يبقى هيبقى اس على المقام زائد البسط على المقام، يعني اس على المقام زائد الباقي اللي هو واحد على المقام. زي ما انت شايف كده دي شبيهه بالكوزاين ودي شبيهه بالساين، بس تعال نحطها في الستاندرد فورم. هنا اس تربيع زائد كام؟ 5، المفروض تبقى اس تربيع زائد اوميجا تربيع، يبقى 5 دي المفروض تبقى حاجه متربعه. اعملها ازاي؟ يبقى جذر 5 متربعه، يبقى جذر 5 متربع على التربيع شيل الجذر تطلع 5. نفس النظام هنا في المقام في الاثنين. طب البسط اس، البسط اس يبقى خلاص بقت دي الفورمه بتاعت الكوزاين. طب هل الفورمه دي لما يبقى 1 على اس تربيع زائد جذر 5 تربيع هل الفورمه بتاعت الساين؟ لا، لازم يبقى في اوميجا في البسط، مش جذر 5 هي الاوميجا، لان اوميجا تربيع، يبقى لازم اشوف اوميجا جذر 5 اللي هي الاوميجا في البسط. طب هنا البسط 1، هنا اخد الواحد لوحده كده افصله واقول هنا جذر 5 واقسم على جذر 5، عشان ابقى ما عملتش حاجه، اضرب في جذر 5 واقسم على جذر 5، وبالتالي الشكل اللي قدامك ده يكافئ ساين. ادي الاس تربيع وادي الاوميجا تربيع وادي الاوميجا، يبقى ده عباره عن ساين. هاخد لابلاس العكسي للشكل اللي قدامك ده، اس على المقام يبقى عندي كوزاين، دي خلي بالك اللي جوه القوس اوميجا، تبقى اوميجا تي جذر 5 تي، زائد الثابت ده هينزل زي ما هو، الفورمه دي عباره عن ساين، يبقى ساين جذر 5 تي. انا هاخد القوس الثاني اس ناقص 1 على اس تربيع زائد 5، هقسم برضو البسط على المقام تبقى اس، وهنا عندي سالب 1 على اس تربيع زائد 5 زي ما انا عملت فوق. ال 5 هتبقى جذر 5 تربيع، عندي الاس زي ما هي، عندي سالب 1 يبقى سالب 1 اخليه هنا، اضرب في جذر 5 واقسم على جذر 5 اللي هي الاوميجا اللي هنا، بحيث ان الشكل يطلع ساين، تطلع لابلاس العكسي بالشكل ده. نروح لترم تاني اللي هو 2 على اس تربيع زائد 5، الشكل ده شبيه قوي بالساين فقط، بس هنا لازم الخمسه تقلبها لجذر 5 تربيع، الاثنين دي اخليها بعيده عن القوس ده، يبقى الاثنين اطلعها بره كده، اضرب فوق في اوميجا واقسم على اوميجا، الاوميجا بكام؟ جذر 5، يبقى اضرب في جذر 5 واقسم على جذر 5، يبقى كده عندي ده عباره عن الساين و2 على جذر 5 الثابت، يبقى لابلاس العكس 2 على جذر 5 ساين الاوميجا اللي هي جذر 5 تي. نفس النظام مع السالب 3 على نفس المقام، نفس الفكره، هاخد السالب 3 بره ونفس الطريقه، تطلع عندي سالب 3 على 5 جذر ساين جذر 5 تي. خلي بالك هاخد القيم دي اعوض بيها فين؟ فوق، بس مش هعوض هنا، التعويض اللي هنا ده لابلاس او الاس دومين، انا هعوض بالدوال تايم دومين، يبقى اقول له 5 تي بيساوي لابلاس العكسي لدي، لابلاس العكسي لدي. طب لابلاس العكسي انت جبته، يبقى اعوض كل ترم من الترمات اللي هنا بالتايم دومين بتاعها واقول ان الداله الجديده اسمها فاي، يبقى فاي بتساوي ايه؟ لابلاس العكسي للمصفوفه اللي قدامك دي. طب ما انا جبت لابلاس العكسي اللي هو الترمز دي احطه في مصفوفه واقول ان دي فاي، يبقى فاي تطلع عندي ايه؟ اللي هو تعويض باللابلاس العكسي للترمز اللي انا شرحتها، يبقى دي فاي. بعد كده
اول ترم في المعادله لو انت فاكر فاي اوف تي مضروب في الانيشال كونديشن بتاع الستيتس، يبقى انا عايز فاي اوف تي مضروب في الاكس اوف 0، ده اول ترم في المعادله. طب اكس اوف 0 عباره عن ايه؟ 2 1، والمصفوفه دي تنزل زي ما هي. خلي بالك المصفوفه دي 2 في 2 وده فيكتور 2 في 1، يبقى 2 في 2 و2 في 1، الناتج دي لازم يطلع في 2 في 1، الناتج عندي هيطلع 2 في 1. اضربه ازاي؟ 2 في 1 يعني عندي عنصرين، هقول كده العنصر الاول ده في العنصر الاول، العنصر الثاني في الثاني، يطلع لي العنصر الاول، العنصر الاول في الصف الثاني في العنصر ده، العنصر الثاني في الصف الثاني في ده، يطلع لي مين؟ الترم الثاني في الفيكتور. خلي بالك بجمع، يعني اقول ده في ده زائد ده في ده، يطلع لك اول عنصر، لازم تطلع ده عباره عن 2 في 1 عشان ده 2 في 2 وده 2 في 1، الضرب يطلع 2 في 1. هروح للفاي اوف تي، الترم الثاني بقى من القانون، انا عايز فاي اوف تي ناقص تاو مضروب في البي. ايه فاي تي ناقص تاو؟ يعني هشيل كل تي من هنا اعوض بيها تي ناقص تاو، شايف كل تي هنا؟ هشيلها اعوض عنها بتي ناقص تاو، وبعد كده اضربها في مين؟ في بي. بص التي اللي هنا فتحت قوس تي ناقص تاو، التي اللي هنا افتح قوس تي ناقص تاو، وهكذا على باقي الاليمنت الموجوده في الماتريكس عندي. دي 2 في 2 ودي 2 في 1، الناتج يطلع 2 في 1، يبقى اضرب دي هي في العنصر الاول زائد اللي هنا في العنصر الثاني، وهكذا يطلع الفيكتور اللي قدامك اللي انت شايفه ده. انا عايز فاي اوف تي ناقص تاو في بي في يو. طب اليو بكام؟ يو اوف تي بواحد، انا شغال في التايم دومين، اليو اوف تي بواحد، يبقى اكني ما عملتش حاجه، يبقى كده محتاج ان انا اكامل ده. ركز معايا كده، يبقى التكامل فاي اوف تي ناقص تاو بي في يو اوف تاو، يو اوف تاو دي بواحد، يبقى ملهاش تقسيم، يبقى اخد فاي اوف تي ناقص تاو مضروبه في بي اللي هي دي، اعمل لها ايه؟ اكملها من زيرو لتي، اكملها يعني اكامل كل اليمنت فيها من زيرو لتي. ركز معايا كده، التكامل هنا ده عباره عن عنصر، خلي بالك وحيد وده عنصر، عشان اكامل انا هنا اكامل الكوزاين، تكامل الكوزاين عباره عن ايه؟ عن ساين، وتكامل الساين عباره عن سالب كوزاين، يبقى تاني تكامل الكوزاين عباره عن ساين وتكامل الساين عباره عن سالب كوزاين. هنا ركز معايا كده، الكوزاين هتتكامل بساين، لازم اقسم بره على تفاضل الزاويه، اقسم بره على تفاضل الزاويه. تفاضل الزاويه هنا يا ترى جذر 5 لو انا هفاضل بالنسبه لتي، ولا سالب جذر 5 لو هفاضل بالنسبه لتاو؟ خلي بالك من نقطه مهمه، انت هتكامل بالنسبه لتاو، يبقى لما فاضل افاضل بالنسبه لتاو، يعني تي يبقى ثابت ما يجيش ناحيته، هنا التفاضل بالنسبه لتاو يطلع سالب، سالب في جذر 5 يطلع لك سالب جذر 5، تبقى في المقام زي ما انت شايف كده. وما انساش بعد كده احط حدود التكامل من 0 لتي، الترم ده هو نفس الترم ده. نروح للساين، الساين تكاملها بسالب كوزين، ادي سالب واحد كوزين، هقسم على تفاضل الزاويه، انا بكامل بالنسبه لتاو، يبقى اقسم على التفاضل بالنسبه لتاو. بالنسبه لتاو هنا سالب ومضروبه في جذر 5 بره، تبقى سالب جذر 5، وعندي الثابت اللي بره هنا ده نزلته زي ما هو، تطلع عندي واكمل بنفس الطريقه. هرجع تاني هعوض هنا مره بتي ناقص لما اعوض بزيرو، يبقى اعوض بحدود تكامل. اعوض مين عنها بتي؟ اشيل تاو، انت كنت بتكمل بالنسبه لتاو، يبقى اشيل تاو واعوض مره بتي ناقص نفس الداله، اشيل تاو واعوض بزيرو، خلي بالك بعوض عن تاو، ولما كنت بكامل بكامل بالنسبه لتاو، ولما كنت بفاضل بالنسبه للزاويه بفاضل بالنسبه لتاو، هبتدي اعوض زي ما قلنا عن تاو، اعوض عنها بتي، تي ناقص تي زيرو، يبقى ساين زيرو، اعوض عن تاو بزيرو، تطلع ساين جذر 5 تي، ونفس النظام مع الكوزاين هنا والساين هنا بنفس الشكل. ساين 0 ب 0 كوزاين 0 ب 1، ابتدي اخلص الشكل اللي قدامك ده يطلع الشكل النهائي بالشكل ده، يبقى عندي التكامل الترم بتاع التكامل ده كله يطلع بالشكل النهائي ده. انا عايز ايه؟ حل المعادله النهائيه ده الشكل ده، اول جزء انا خلصت منه وجبته في السلايدات اللي فاتت، وده الجزء الثاني اللي انا جايبه في السلايد اللي فات. ابتدي احط الفيكتور اللي هنا، وده عباره عن فيكتور، ابتدي اجمع الاثنين، اجمع كل اليمنت باللي نظره. خلي بالك ده اليمنت ده اليمنت، يبقى اجمع الاثنين على بعض، هبتدي اجمع يطلع الشكل اللي عندي بالشكل ده. خلي بالك ده ستيت فيكتور اهو، و2 في 1 فعلا لان ال n ب 2، يبقى 2 في 1 يطلع بالشكل ده. هنروح بعد كده ليه عايز هو الريسبونس، الريسبونس هو الاوتبوت، الاوتبوت بيساوي السي ماتريكس في الاكس. طب السي ماتريكس دي جبتها من فين؟ من راس السؤال موجوده، يبقى المعادله دي انا خدتها من راس السؤال. هو عايز الواي، يبقى انزل الفيكتور ده زي ما هو او الرو، الاكس انت جايبها اهي، ابتدي اضرب، اضرب ازاي؟ خلي بالك هنا، اضرب الزيرو في ده زائد الاثنين في ده. طب هيطلع يا ترى شكل الفيكتور اللي طالع، هل فيكتور ولا رو ولا ماتريكس؟ ركز معايا كده، ده عباره عن واحد في اتنين رو في اتنين كولوم، يبقى واحد في اتنين،
وده عبارة عن 2 في 1، اكتب كده 1 في 2، وده 2 في 1، الاتنين طارت من هنا من هنا، فضل 1 في 1، يبقى العنصر اللي طالع 1 في 1، يبقى اضرب ده في ده زائد ده في ده، يطلع الناتج النهائي مباشرة بالشكل اللي أنت شايفه، يبقى ده الريسبونس عندي في حالة إن أنا طبقت يونت ستيب اليو أوف تي بواحد، ده الحل النهائي عندك. طبعا أنت لو عايز ترسم هتعمل جدول، تبدأ من تي 0، بعد كده تي مثلا ايه بربع نص واحد واحد ونص تلاتة عشرة عشرين تلاتين ما لا نهاية، وابتدي اعوض كده تطلع الشكل عندك عبارة عن شبيه بالساين ويف، قريب قوي من الساين ويف بس متشفت عندي. تمام، ده الحل النهائي. نروح لمثال اتنين. مثال اتنين بيقول لي عندك ترانسفير فانكشن بالشكل ده. اول حاجة هات الستيت سبيس ريبريزنتيشن، وبعد كده هات الفاي اوف تي اللي هي ستيت ترانزيشن ماتريكس. قبل ما نكمل المسألة، طول ما اداك الترانسفير فانكشن يبقى الانيشال كونديشن بزيرو، يبقى الانيشال كونديشن بزيرو. هنا عندك اعلى باور في المقام 3، يبقى عندي الستيت فيكتور عبارة عن 3 في 1، يبقى اكس اوف زيرو عبارة عن فيكتور 3 في 1، كل العناصر اللي فيه زيروز، يبقى عندي 3 زيرو على هيئة فيكتور، ده الانيشال ستيت. تمام، نبدا هنمثل الكلام ده في الستيت سبيس. الستيت سبيس ريبريزنتيشن عندي ابص للمقام مترتب ترتيب تنازلي، كل العناصر موجوده، اعلى باور في المقام معاملها بواحد. تمام، طول ما في داله في البسط، طول ما الشكل ده يبقى ده كيس 2، يبقى لازم طول ما هنا اعلى حاجه 3 يبقى البسط لازم يبقى اعلى حاجه 2. طب هتقول يا باشمهندس ما فيش اس تربيع، لا حطها واضربها في زيرو. انا شرحت الكلام ده في فيديو بالتفصيل خاص بكيس 2 في التحويل من ترانسفير فانكشن لستيت سبيس. نبدا الاليمنت مترتب اهو، كل الكوفيشنت عندي موجوده، فكيت اللي فوق وضفت 0 اس تربيع عشان يبقى درجه البسط اقل من المقام. دي كيس 2 زي ما انت شايف. طبعا انت هتحلها بالطريقه التقليديه بس انا هحلها بالشكل النهائي على طول. خلي بالك الان ب 3، يبقى الاي عباره عن 3 في 3 والبي 3 في 1 والسي 1 في 3 والدي 1 في 1. وطول ما درجه البسط اقل من المقام الدي على طول بزيرو من غير ما انت تتعب نفسك. هنروح بعد كده للستيت ايكويشن. عندي 3 ستيتس، الاي 3 في 3 وعندي 3 في 1 وده 3 في 1 وده عندي انبوت اسمه ار. يبقى هاخد المقام هنا 48 44 12، هقول سالب المقام اخده في عكس الاتجاه، فوق اكون او الزيرو 1 اكمل الزيروز، 0 0 1 اخد القطر هنا واحيد واكمل بعد كده، هنهي المصفوفة ولازم تبقى 3 في 3. أروح للإنبوت هيبقى 0 0 آخر عنصر هيبقى 1 لأن أنا شغال على كيس 2. هروح للأوتبوت عندي هاخد البسط مباشرة في عكس الاتجاه، يبقى 40 تبقى 8 والعنصر الأخير يبقى 0. بس آخده بعكس الاتجاه بنفس الإشارة. تمام؟ ده عندي مين؟ السيستم عندي في الستيت سبيس ريبريزنتيشن. خلي بالك الـ A matrix أهي، هو عايز الترانزيشن، ترانزيشن ماتريكس بتعتمد على الـ A. يبقى اروح للاي، ادي الاي، عشان اجيب الترانزيشن ماتريكس الخطوات كالاتي زي ما شرحنا، اجيب الاس اي ناقص اي، قلنا الاي عباره عن يونيتي ماتريكس ان القطر بوحيد، هضربها في الاس، يبقى من الاخر اضرب القطر فقط في اس وباقي العناصر بزيرو، اطرح منها ايه؟ هطرح كل عنصر بالمناظر بتاعه تطلع بالشكل اللي قدامك. انا عايز الاس اي ناقص اي اللي هو الديترمنت او المحدده، هجيبها ازاي؟ زي ما احنا شرحنا، يبقى خلي بالك هتقول ايه؟ زائد دي الاشاره، اقول زائد ناقص زائد زائد اخد العنصر الاول، يبقى اقول زائد العنصر الاول، خلي بالك العنصر الاول باخده باشارته، يبقى زائد العنصر الاول، بعد كده القانون بيقول في ناقص العنصر الثاني باخده باشارته زي ما انت شايف كده، يبقى الناقص ده خاص بالقانون، بعد كده العنصر الثاني وافتح قوس زائد العنصر الثالث باشارته، طبعا هو زيرو انا ما كتبتهوش خلاص. يبقى هفك ازاي؟ خلي بالك الاس هنا اتخذت والسالب واحد اتخذت، انا بفك محدده، يبقى اقول كده الاس دي الغي صفها وعمودها، صفها وعمودها، هديني محدده، يبقى اس في القوس ده ناقص ده في ده، يطلع بالشكل اللي قدامك ده. هروح للسالب واحد، الغي صف وعموده، السالب واحد هيبقى مضروب في القوس ده، هلغي صف وعموده، يطلع ايه؟ زيرو في ده ناقص ده في ده، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. هفكها تطلع بالشكل ده، من غير ما تفك ومن غير ما تتعب نفسك، اصلا الداله دي، الداله اللي قدامك دي، لما هتطلع من الفكه هي المقام بتاع الترانسفير فانكشن. مش قلنا دي عباره عن كاركترستيك ايكويشن؟ وايه هي الكاركترستيك ايكويشن؟ هي مقام الترانسفير فانكشن. لو رجعنا تاني للسلايد اللي فات، شايف مقام الترانسفير فانكشن اهو. لو رحت على الماتريكس A، لو جبت الديترمنت بتاع المحدده وفكيتها زي ما انا قلت، لازم يطلع داله، الداله دي هي نفس مقام الترانسفير فانكشن، يبقى مش محتاج تفك الخطوه دي، خد مقام الترانسفير فانكشن هو عباره عن مفكوك المحدده، بس طبعا لازم اعمل الخطوه دي.
تمام عشان احتاجها اجيب الانفرس. طبعا الداله دي هحللها، لما اتحللت طلعت بالشكل ده الحمد لله ان هي قابله للتحليل. المثال اللي فات اس تربيع زائد 5 غير قابله للتحليل، فكان لازم الجا لداله الكوزين والساين. اما اذا كانت الاقواس قابله للتحليل من الدرجه الاولى خلاص الموضوع سهل، يبقى هجيب اس اي ناقص ايه دي عندي اهو. الخطوه الثانيه عشان اجيب الانفيرس اجيب الكوفاكتور. زي ما قلنا الكوفاكتور لازم تحط قاعده الاشارات الاول، اول صف ببدا موجب سالب موجب، الصف الثاني ابدا بسالب اللي بعده موجب سالب، الصف الثالث اعكس ابدا موجب سالب موجب. يلا كده هنا بلغي العنصر بصفه بعموده، يبقى الغي الصف والعمود والعنصر نفسه. انا عايز العنصر الاول اللي هنا، اعمل ايه؟ الغي الصف والعمود والغي العنصر، الغي الصف والعمود والغي العنصر. العنصر ما اخدهوش، حتى لو العنصر سالب لا مش باخده بلغيه باشارته. تمام، يفضل عندي الغي الصف والعمود، يطلع عندي ده في ده ناقص ده في ده، يطلع العنصر ده. طب هتقول لي يا باشمهندس هنا العنصر الثاني سالب واحد، لا بلغيه باشارته، باكد تاني بيتلغي باشارته. الاشاره السالبه دي ما لهاش علاقه عشان دي سالب واحد، لا دي سالبه خاصه بالقانون بالقاعده. انا عايز العنصر اللي هنا، يبقى الغي السالب واحد بصفه بعمود، صف والعمود، يطلع عندي زيرو في ده ناقص ده في ده، تطلع عندي بالقيمه دي. يلا العنصر ده الغي صفه بعموده، هتقولي زيرو المفروض ما اكتبش حاجه، لا غلط لازم بتفكها، ده اسم ماينور لازم افكها ان انا بلغي العنصر والصف والعمود. الغي الصف والعمود الخاص بالزيرو، يطلع زيرو في ده ناقص ده في ده، يطلع العنصر هنا. يلا الزيرو اللي هنا الغي صف والغي عمود، يبقى اضرب ده في ده ناقص ده في ده واحطه هنا. تمام، والباقي نفس الطريقه طبعا زي ما انت عارف هتعملها في البيت. الفكره كلها عندي قوس اضربه في الاشاره موجب، القوس ده كله يضرب في اشاره سالب، القوس ده كله يضرب في موجب، القوس ده كله يضرب في سالب. بعد ما تضرب كل قوس في اشارته هيطلع عندك كوفاكتور النهائي بالشكل ده. يلا انا عايز الادجوينت، الادجوينت عباره عن ايه؟ ترانسبوز للكوفاكتور، يبقى هو ترانسبوز للكوفاكتور. همسك الصف ده اخليه عمود، والصف الثاني اخليه العمود الثاني، الصف الثالث اخليه العمود الثالث. تمام، زي ما انت شايف كده، ادي الصف الاول بعمود اول، الصف الثاني بعمود ثاني وهكذا. تمام، طب هل انا عايز الادجوينت؟ لا انا عايز الانفيرس. الانفيرس بيساوي ايه؟ الادجوينت على الديترمينانت عندي. الادجوينت اللي هي المصفوفه اللي قدامك، الديترمينانت اللي هو المقام اللي هو بتاع المحدده، قيمه المحدده، او المقام بتاع الترانسفير فانكشن اللي هو متحلل ده، انا حطيته بالتحليل طبعا. هدخل المقام ده فين؟ جوه، يبقى اضرب في كل عنصر من عناصر المصفوفه. يطلع عندك بالشكل ده، الموضوع صعب شويه انا عارف. طبعا تاخد لابلاس العكس لكل عنصر من دول، انا هشرح مثال واحد. وليكن هاخد اول عنصر اللي هنا، العنصر الاول. يبقى الاقواس عندي كلها من الدرجه الاولى، يبقى عباره عن ايه؟ البارشال فراكشن عندي عباره عن الاقواس اللي من الدرجه الاولى، فكها اقول زائد في المقام. طول ما هو من الدرجه الاولى يبقى باسطه ثابت، باسطه ثابت، باسطه ثابت. عايز الثوابت بتاعتي، اجيب الاي ازاي؟ ركز معايا كده، في خطوه سهله مباشره الاي عشان تجيبها. هنا اس زائد 2، يبقى بص للناحيه الشمال. طول ما اس زائد 2 الغي القوس بتاعها، اس زائد 2 اللي تحت الاي الغيه هنا من هنا، يفضل مين؟ يفضل عندي الجزء ده، يبقى اقول اي بيساوي الفاضل، بس اعوض اس بتساوي سالب 2، معنى القيده ان انا باخد المقام بيساوي زيرو. لما المقام ده يساوي زيرو يعني اس بتساوي سالب 2. يبقى تاني ابص للاي اللي انا عايزها اللي تحت منها قوس، ابص ناحيه الشمال الغي القوس ده، هيفضل عندي ده، اعوض فيه لما المقام بيساوي زيرو، اس زائد 2 بتساوي زيرو يعني اس بسالب 2، يعني اشوف الفضل ده اعوض فيه باس بسالب 2 تطلع القيمه ب 3. طب يلا البي، البي مين مقامها؟ اس زائد 4، ابص ناحيه الشمال اس زائد 4 الغيه، يفضل عندي ده وده وده زي ما انت شايف كده. اعوض اس بكام؟ اخد المقام بيساوي زيرو يبقى اس بسالب 4، تطلع عندي القيمه بسالب 3. نفس النظام مع سي، الغي اس زائد 6، يفضل ده كله ما عدا الاس زائد 6، اعوض بس اس بسالب 6 يعني اخد المقام بيساوي زيرو، تطلع بواحد. تمام، ارجع اعوض تاني. انا طبعا هجيب اللابلاس العكس على طول، المفروض اخد العناصر دي واعوض بيها هنا، وافك دي اجيب لابلاس العكس واعوض عنها، ويطلع ماتريكس كبيره جدا، هيبقى الموضوع مرهق جدا. فانا مباشره اللي اخلصه واجيب له لابلاس العكس. لابلاس العكس دي ايه بقى؟ ايه الثابت ينزل زي ما هو، اس زائد 2 ده في المقام، اللابلاس العكس بتاعها اكسبوننشال عكس الاشاره دي، زائد 2 تبقى سالب 2 مضروبه في تي. طيب يلا سالب 3 تنزل زي ما هي، اكسبوننشال عكس الاربعه عشان هي موجبه تبقى سالب 4 في تي، زائد الواحد ينزل زي ما هو، عندي اس زائد 6 تبقى اكسبوننشال سالب 6 تي. يبقى ده كله لابلاس العكس الاول عنصر، هي الفاي بتساوي ايه؟ لابلاس العكس لدي. تمام، لابلاس العكس لدي، يبقى ابتدي اجيب فاي اوف تي وهكذا. خلي بالك انا جبت عنصر بس، انت هتكمل الباقي في البيت اند سو اون. يبقى الفاي اوف تي بتساوي لابلاس العكس الماتريكس اللي انا جبتها اللي فاتت، مباشره انا عوضت في التايم دومين.
يبقى جبت اللي عندي 9 element زي ما انت شايف كده في التايم دومين، وده كان المطلوب من الآلة اللي هو المطلوب رقم 2 اللي هو عايز 5T transition matrix. هو مش عايز الريسبونس ولا الستيت ايكويشن كسولوشن. وبكده فيديو النهارده انتهى، وان شاء الله في فيديوهات قادمه هشرح الكلام ده على الميتلاب ازاي نطبقه طبعا، وازاي نطلع النواتج بسهوله جدا بدون ما انا اعمل اناليسز والشرح الكتير اللي انا عملته ده. وشكرا جزيلا يا حضرات.